حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجيرة. نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7، واللي نطلع عليكم أكيد بمجموعة من الأخبار والفعاليات من كل إمارات الدولة بشكل عام ومن إمارة الفجيرة على وجه الخصوص. معنا إن شاء الله أيضا مجموعة من الضيوف راح نسلط الضوء على مواضيع تهم الأسرة وأيضا المجتمع بشكل عام. مشاهدين الكرام، تتعلق القلوب والأنظار اليوم اتجاه استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره التايلندي ويتصدر الأبيض المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وبفارق طبعا نقطة عن كل من الهند وتايلند طبعا اللي يمتلكون 3 نقاط. وأيضا والفوز إن شاء الله في مباراة اليوم على تايلند يضمن لمنتخبنا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، وتبرز عدة مواجهات محتملة أمام المنتخب الوطني في دور 16 بناء على ترتيبه في المجموعة. وإن كان طبعا المنتخب الذي سيلتقيه الأبيض سيحدد بعد نهاية الجولة الثالثة في المجموعات الست، إلا أن جدول البطولة حدد المجموعات التي تقف في طريق المنتخب بناء على ترتيبه. نتمنى أكيد الفوز إن شاء الله لمنتخبنا الوطني، وكلنا أمل أن طبعا يفوز الأبيض بجدارته وإن شاء الله يتصدر المجموعة الأولى بإذن الله تعالى بعد أن ضمن مقعده في ثمن نهائي البطولة. مشاهدين الكرام، أكيد إن شاء الله كل القلوب معلقة هناك والجمهور كله مع الأبيض. يا لالي يا لالي، إماراتي يا لالي على
تلعب وربي ينصرك يا ابن الإمارات ابن الله ترفع للنصر والمجد رايات تلعب وربي ينصرك يا ابن الإمارات حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل مستمرين معاكم في برنامج 7 على 7 ونبدأ معاكم إن شاء الله حلقتنا وأكيد معنا الكثير من المواضيع وسنبدأ معكم من مبادرة زايد العطاء والحملة التطوعية في دارفور وأيضا 220 مبادرة زينت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في عام زايد. التطوع سمة من سمات الشعب الإماراتي بكافة أطيافه. إن شاء الله راح تكون مواضيعنا أيضا عديدة وأيضا راح نسلط الضوء إن شاء الله على طبعا مواضيع تهمكم بشكل عام ونبدأ معكم الآن لأولى فقراتنا مع فقرة الأخبار المنوعة مع الزميلة ليالي. حياك الله ليالي. الله يحييك زميلي علي ومساء الأفراح والنصر بإذن الله تعالى. وفي هذه الأثناء علي لا يسعنا إلا أن نقول قدام يا الأبيض ويلا يا الأبيض ومعك يا الأبيض ومنصور يا الأبيض بإذن الله تعالى. أكيد نتمنى الفوز إن شاء الله للمنتخب الإماراتي اليوم وإن شاء بالتأكيد. الله أتوقع أن عندك أخبار أيضا عن هالموضوع. سوف أفصح عنها تمام الساعة 2:30 ظهرا علي. انطلقت أكثر من 10 حافلات من مختلف مناطق ونقاط التجمع في إمارة الفجيرة وفي مجمل المنطقة الشرقية محملة طبعا بجموع الجماهير والمساندين للمنتخب الوطني متجهة إلى مدينة العين وتحديدا إلى استاد هزاع بن زايد للاحتفال بإذن الله تعالى بالنصر المرتقب. إن شاء الله البشارة توصل ونسمع الفوز قريب بإذن الله تعالى. بإذن الله نسمع التواصل عندك. بالتوفيق شكرا لك. العفو. حياكم الله مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم تتابعون أرحب بكم إلى هذا الموجز الإخباري لليوم الموافق 14 من يناير 2019. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من قادة وممثلي الدول اليوم افتتاح أسبوع أبو ظبي للاستدامة الذي قام هذا العام تحت عنوان تقارب القطاعات تسريع وتيرة التنمية المستدامة. كما شهد الافتتاح في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس جمهورية موريتانيا وفخامة إيفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا وفخامة الدكتور أرمين ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا وفخامة جواو لورينسو رئيس جمهورية أنغولا وفخامة داني فور رئيس جمهورية سيشيل وفخامة إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي وفخامة إبراهيم محمد الصليح رئيس جمهورية المالديف وفخامة بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا وفخامة هيك جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا وفخامة ميلو دوكانيفيتش رئيس جمهورية مونتينيغرو ومعالي يانغ جيجي المبعوث الخاص لرئيس الصيني وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان. ورحب سموهما بالقادة والخبراء الذين يجتمعون في الإمارات لبحث القضايا وتحديات الاستدامة سبل توسيع آفاق الحوار وتكثيف وتضافر الجهود للتوصل إلى حلول تمضي بالعالم نحو مستقبل أكثر استدامة. وأعرب سموهما عن أملهما بأن تتواصل هذه اللقاءات المثمرة لإيجاد أفضل الطرق والحلول الناجعة في توفير الطاقة والمصادر النظيفة والمستدامة لتعزيز التنمية وتحقيق حياة أفضل للشعوب في مختلف دول العالم. إلى ذلك وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جانب عدد من قادة وممثلي دول العالم كرم الفائزين 10 بدورة عام 2019 من جائزة زايد الاستدامة وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم اليوم في العاصمة
العاصمة أبوظبي ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الفائزين مشيدا بجهودهم ومساهماتهم القيمة التي تصب في صالح دعم التنمية المستدامة، وحثهم على مواصلة العمل والبحث عن حلول مبتكرة ومستدامة تساهم في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، مشيرا سموه إلى أن جائزة زايد للاستدامة توفر منصة عالمية تستقطب الأفكار المميزة القادرة على تحقيق منافع على مستوى حياة الإنسان وحماية كوكبنا. مشددا سموه على أن توسيع نطاق الجائزة لتشمل مجالات الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والطاقة قد عزز من قدرتها على تحفيز وتمكين جيل جديد من الرواد لتقديم ابتكارات هامة ترسخ استمرارية الأداء والتقدم في رسالة الجائزة بإحداث تغيير إيجابي في حياة الملايين من الأشخاص حول العالم. على صعيد آخر، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دجبي رعاه الله أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود العالم في التشريعات المستقبلية، فهي بما تملكه من مقومات وما حققته من نجاحات قادرة على احتضان الإبداع والابتكار من جميع أنحاء العالم. جاء ذلك خلال زيارة سموه لمختبر التشريعات، حيث شهد سمو إصدار المختبر أول ترخيص لإعداد تشريع والخاص بالتعلم عن بعد، وذلك بعد دراسة مشروع رحال التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ليتم بناء عليه ترخيص إعداد تشريع ويسمح بإنشاء مدارس للتعليم عن بعد واعتماد ذلك كوسيلة معترف بها أكاديميا لاكتساب المعارف. من جهة أخرى، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دجبي رعاه الله أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تحقيق أعلى معدلات الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامته كركيزة هامة لجودة حياة المجتمع. جاء ذلك خلال اطلاع سموه على نتائج عمل فرق عمل المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة. وفي هذا الصدد قال سموه: تحقيق الأمن الغذائي محور أساسي في توجهات الدولة، نريد أن تصبح الإمارات رائدة الأمن الغذائي عبر تطوير منظومة عمل مستدامة ومتكاملة للأمن الغذائي، توظف تكنولوجيا المستقبل في ابتكار الحلول لتحديات تأمين مصادر الغذاء. ندرك أن تحقيق الأمن الغذائي لمجتمعنا يمثل أساسا نرتكز عليه في مسيرتنا التنموية الشاملة. في شق مغاير، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الشاطئ جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، حيث بحث سموه والرئيس الضيف علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما. من جانبه، أشاد الرئيس بأهمية فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة لاستقطابه نخبة من خبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا والجيل القادم من قادة الاستدامة بهدف مناقشة الفرص العالمية التي يمكن أن تنتج عن تقارب القطاعات، بجانب تسليط الضوء على مستقبل الطاقة والمياه والتحديات التي تواجههما. كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الشاطئ محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، حيث رحب سموه خلال اللقاء بزيارة الرئيس الموريتاني متطلعا إلى أن تسهم زيارته في دفع العلاقات الأخوية والتعاون المشترك إلى آفاق أوسع بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وإمكانات تنمية وتنويع مسار التعاون، واستعرض عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.
أيضا استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جابرييلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي أمينة لجنة العلاقات الخارجية والاقتصاد في مجلس النواب المكسيكي التي تزور البلاد لحضور فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة. وتبادل سموه ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي الحديث عن دور البرلمانات في دعم القضايا التي تهم الشعوب وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية. كما تطرق الجانبان إلى أهمية فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة والقضايا والحلول التي يطرحها حول مستقبل الطاقة والمياه والبيئة والتنمية وتحدياتها. إلى ذلك استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة معالي الدكتور روهاكانا روغوندا رئيس وزراء أوغندا الذي يزور الدولة لحضور فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة، حيث بحث سموه رئيس الوزراء الأوغندي علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والطاقة. وتطرق اللقاء إلى أهمية الفعاليات التي تعقد ضمن أسبوع أبو ظبي للاستدامة الذي يسلط الضوء على قضايا البيئة وأمن الطاقة والمياه ومختلف الحلول العصرية في التعامل معها، بجانب مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه بالبيئة وحمايتها والتنمية المستدامة. في سياق عينه استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الشاطئ معالي هيروشيجي سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الذي يزور الدولة لحضور فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان وإمكانات تعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى الصناعات كافة التي تدعم القطاعات الحيوية في البلدين وتسهم في تطويرها بما يلبي تطلعاتهما في تنويع مسار علاقاتهما والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك. كما استعرض عددا من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادل وجهات النظر بشأنها. ختام الجولة الإخبارية مشاهدينا، إليك زميلي علي. شكرا جزيلا لك ليالي على هذه الأخبار. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في برنامج 7 على 7. أكيد مشاهدينا الكرام يعد الشعر من العادات ومن الأدب الأصيل عند العرب، واهتم العرب بالشعر منذ قديم العصور، وأيضا استكمال لهذا الاهتمام قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاهتمام بالشعر والشعراء من خلال تنظيم الفعاليات وأيضا المهرجانات الشعرية التي تستقطب كافة الشعراء من كل أنحاء الوطن العربي. وفي هذا الموضوع شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة مساء أمس انطلاق فعاليات الدورة 17 من مهرجان الشارقة للشعر العربي الذي تنظمه دارة الثقافة ومثلثا في بيت الشعر، وذلك في قصر الثقافة بمشاركة 42 شاعر وشاعرة من دول عربية عدة. وتستمر فعاليات المهرجان حتى 18 من يناير الجاري. نتابع معا هذا التقرير. طبعا في هذه الدورة يعني يشارك في هذه الدورة يعني لدينا 17 دولة عربية بالإضافة إلى دولتين نيجيريا ومالي، يفترض إن شاء الله وننتظر أن تنضم هذه الدولتين إلى قطار هذا الشعر، القطار الشعري في هذا المهرجان. لدينا 32 شاعر بالإضافة إلى شاعرين مكرمين، الشاعر سيف المري من دولة الإمارات والشاعر العربي محمد الشهاوي من جمهورية مصر العربية. الجديد في هذه الدورة هو إطلاق مجلة الحيرة من الشارقة، هي مجلة متخصصة فصلية متخصصة شعرية تصدر من بيت الشعر بدائرة الثقافة بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة. لدينا أيضا مجموعة من الإصدارات، وسنوقع أيضا مجموعة من الكتب، كتاب ديوان للشخصية المكرمة محمد الشهاوي وأيضا مجموعة من الكتب الأخرى. نحن حينما نبحث عن الشاعر الجيد الذي
يعرف كيف يرقق القلوب ويهذب النفوس فإننا نبحث عن التسامح من خلال هذا الشاعر. الكلمة الجميلة دائما ما تبث الروح الإيجابية في النفوس وتصنع عالم متسامح محب للآخر. أحن إلى نجد فرغم جفافها لها موعد في الغيم لا يتأخر وإن قليل الماء يكفي إلى هما لتشرب من قلب النفوس وتزهر. كان النهار فتى مذ كان دجلة في بال السحاب ندى مفتشا في فجاج الأرض عن وطن أضاع تابوته في زحمة الشهداء. يا أيها الناس هذه الدار تفتنني بحسنها يا إلهي رامن الحور غيداء لكن على أسوار جبهتها تنمو الثوابت والأطماع تنتحر. مسيرة الشعر متواصلة وإن قيل ما قيل يبقى الشعر هو لسان العرب وهو ديدنهم. تفطم العرب عن كل شيء إلا الشعر، لا يمكن أن يفطم العربي عن الشعر. هذا المهرجان أضاف وأضاف وأضاف للشعراء العرب من الخليج إلى المحيط، أضاف لهم الكثير والكثير. دائما هكذا هي الشارقة، تبهرنا بالعطاء، تبهرنا بالاحتواء، تبهرنا برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. هذا الرجل، هذا الذي علمنا ويعلمنا كل يوم كل ما يخص الشعر والفكر والعلم والثقافة بشكل عام. الكل مبهور هنا في هذا المهرجان وفي المهرجانات التي سبقته، وأكيد وبكل تأكيد بأن الآتي دائما يكون أجمل. شكرا لصاحب السمو الشيخ سلطان، شكرا لدائرة الثقافة في الشارقة، شكرا لبيت الشعر بالشارقة، شكرا لكل من حضر وتفاعل. وما هذا الحضور الكثيف وما هذا التفاعل إلا دلالة واضحة على وجود وتواجد الشعر العربي وعلى نجاح هذا المهرجان ونجاح أيضا بيوتات الشعر على مستوى الوطن العربي التي تنفق عليها وتديرها الشارقة شارقة الثقافة والعلم. هذه بلادي بنى تاريخها رجل، بل أمة هو بالأمجاد يعتبر، ذا زايد الخير من أرسى دعائمها حتى غدت آية بالحسن تشتهر. دائما هي الشارقة منارة للعلم وللحضارة وللثقافة. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم، وبضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية نظمت هيئة الشارقة للمتاحف بالتعاون مع المجلس البلدي بمدينة خرفكان حملة تنظيف البيئة البحرية السنوية تحت شعار لأننا نهتم. تمكنت الفرق المشاركة من إزالة 2000 كيلوغرام من المخلفات من قاع ميناء الصيادين. الحديث أكثر عن حملة لأننا نهتم ويانا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ سعيد عبد الله النقبي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة خرفكان. حياك الله معنا أستاذ سعيد. الله يحييك. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخير والنور، وشكرا لتلفزيون الفجيرة على هذه الاستضافة، وشكر خاص لكم في برنامج 7 على 7. الله يطول في عمرك أستاذ سعيد، سعيدين جدا بوجودك معنا، ونحن نتشرف دائما بتغطيات كل فعالياتكم. الله يحفظك. بداية نود أن نتعرف معك ومع أيضا المشاهدين عن هذه الحملة السنوية، ما هي تفاصيلها؟ والله هي لتنظيف البيئة البحرية الطوليك بميناء خرفكان، جاءت حقيقة بمبادرة من هيئة الشارقة للمتاحف. نعم. ومتمثلة في مربع الشارقة للأحياء المائية بالتعاون التام والتنسيق التام مع المجلس البلدي لمدينة خرفكان. نعم. وهذا العمل تم تولي أمرك في يوم السبت اللي طاف اللي هو تاريخ 12/1/2019. جميل. ما هي أهداف هذه الحملة أستاذ سعيد؟ الهدف الرئيسي لهذه الحملة هو حماية الحياة البحرية. نعم. وتنظيف
قاع البحر من النفايات والمخلفات المتراكمة تحت يعني في قاع البحر. نعم. وكلنا نعرف أن هذه الأشياء الموجودة تضر في الحياة البحرية. نعم. لذلك وجب علينا احنا طول عمرك تنظيف هذه النفايات وخلق بيئة بحرية نظيفة. نعم. لا شك لا شك ان طبعا في هذه الحملة كانت هناك جهات مشاركة من عدة طبعا مؤسسات سواء خاصة او حكومية. ما هي هذه الجهات او من هم المشاركين معكم في هذه الحملة؟ والله في الحقيقة المشاركين يعني كشريك رئيس عندنا طبعا الإخوان اللي هم هيئة الشارقة للمتاحف. نعم. متمثلة في مربى الشارقة للأحياء المائية. عندنا إخوان في المجلس البلدي، عندنا الإخوان في اللي هي بلدية قفكان، مركز الإمارات للغوص. نعم. ما شاء الله. شركة بيئة، شرطة خرفكان، جمعية الصيادين بخرفكان، هذول كلهم شاركوا عندنا في هذه الحملة. ما شاء الله. إذن يعني هناك عدد كبير أكيد من المشاركين. نعم. كم عددهم تقريبا؟ عدد المشاركين طوال الله يطول بعمرك حوالي 35 غواص ما شاء الله متطوع. هذه اللي جايين من مربع الشارقة للأحياء المائية ومن مركز الإمارات للغوص. نعم. وشارك عندنا في الحملة الله يطولك عدد كبير حقيقة من الأخوان المواطنين ومن طلبة المدارس، وشارك عندنا في عملية أيضا اللي هم الأخوان عمال البلدية وعمال من شركة بيئة. نعم. فكان يعني حملة كبيرة جدا، يعني يمكن لأول مرة تشهدها عندنا بخرفكان مثل هذه الحملة. نعم. أستاذ سعيد، كلمة أو نصيحة للصيادين بشكل عام وأيضا المجتمع فيما يخص الاهتمام بالبيئة البحرية. والله مسؤولية المحافظة على البيئة البحرية هي يعني مسؤولية مشتركة. صحيح. مسؤولية الجميع، من أفراد، من مجتمع. نعم. من مواطن، من وافد. لذلك يعني فهي يعني المسؤولية مسؤولية مشتركة ومسؤولية الجميع. صحيح. ف يعني إذا كان هناك من نصيحة حول هذه الأشياء. نعم. يعني أتمنى عدم رمي أي مخلفات وخاصة المواد البلاستيكية. صحيح. إنزين الإخوان أيضا العاملين في البحر أتمنى أن يكون هناك في توجيه وإرشاد للبحارة والعاملين في مهنة الصيد إنزين بخطورة مثل هذه المواد. نعم. وعدم التقليل منها مهما كان صغيرة، مهما يعني في نظر الآخرين قد تكون تافهة جدا ولكن قد تكون ضررها كبير جدا. لا شك. أيضا عدم ترك يعني مثل وسائل الصيد مثل الشباك والقراقية في الأمور هذه الغير مستخدمة أن تترك. نعم. في البحر، وهذه تعتبر يعني من المشاكل الكبيرة وأكثر من الكميات اللي طلعنا من المينة. صحيح. صحيح. هذه المواد يعني شباك الصيد والقراقية المستخدمة في عمليات الصيد. نعم. فأيضا بالنسبة للإخوان اللي تركوا مثلا المواد مالهم بالنسبة للشباك الصيد ووسائل الصيد تركوها على رصيف البحر، يجب ترك مسافة كافية بين الرصيف وبين البحر يعني عشان ما يؤدي ذلك إلى سقوط إلى داخل البحر. صحيح. ونتمنى من الجميع أن يحافظ على هذه البيئة البحرية. الله يحفظك. ما هي إن شاء الله أيضا حملاتكم القادمة؟ أكيد هذه مش آخر حملة بإذن الله تعالى. والله إن شاء الله بإذن الله تعالى الحملات القادمة إن شاء الله هتكون على السنة القادمة بإذن الله تعالى. نعم. وسيتم تحديدها أو تحديد مكانها بإذن الله تعالى. يعني بإذن لأن كان تعالى. عندنا السنة أكثر ممكن، ولكن ظهر الناس الأكثر يعني في الاجتماع التنسيقي. نعم. بين جميع الجهات المختصة أو المعنية أن هذا المكان يعطى الأولية في عملية التنظيف. نحن شاكرين لكم طبعا جهودكم الكبيرة أستاذ سعيد عبد الله النقبي نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة خرفكان، شكرا جزيلا لك. والله انا اود ان اتوجه بالشكر وشيء اخير لكم طول لي عمرك، واتوجه بالشكر والتقدير والامتنان لكل من ساهم في هذه الحمله، واخص بالشكر هيئه الشارقه للمتاحف متمثله في مربع الشارقه. نعم. الشارقه الماي. نعم. واخص بالشكر الاخ راشد الشامسي مدير المربع الذي كان حقيقه متواجد معانا من اول يوم حتى في الاجتماع التنسيقي، وكان اول الواصلين الى ميناء الصيد اللي هو تتم فيه عمليه الحمله. الله يحفظك. كما إذا كان ممكن شكر أيضا أوجه الشكر للدكتور راشد النقبي اللي هو رئيس المجلس البلدي. نعم. لمدينة خرفكان، فكانت لتوجيهاته والأثر الكبير في نجاح هذه الحملة. الله يحفظك. وطبعا إذا سمحت لي بس أوجه الشكر أيضا للأخت المهندسة فوزية القاضي مديرية البلدية التي سخرت. نعم. كل إمكانيات البلدية لنجاح مثل هذه الحملة.
ولا انسى بالشكر ايضا الاخوه الغواصين الذي كان لهم دور كبير، الدور الاكبر كان طبعا الى الغواصين لانجاح هذه الحمله. الله يحفظكم. والشكر موصول ايضا الى مركز الامارات للغوص وشركه بيئه، والشكر ايضا لتلفزيون الفجيره واللي تابعوا على سبعه. الله يطول في عمرك، شكرا لك استاذ سعيد. تقدير لكم، شكرا. ما قصرت، ما قصرت. شكرا، شكرا جزيلا لك استاذ سعيد عبد الله النقبي، نائب رئيس المجلس البلدي لمدينه خورفكان. اكيد مشاهدينا مستمرين معكم، ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. استطاعت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في عام زايد تحقيق العديد من الإنجازات، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على الصعيد الدولي أيضا، من خلال مجموعة من المبادرات والفعاليات المميزة. 220 إنجاز خلال عام زايد، واستعداد مبكر لأيضا المزيد من الإنجازات في عام التسامح. بنتعرف أكيد على هذه المبادرات والإنجازات إن شاء الله مع ضيفنا الأستاذ سعيد محبوب، أمين السر العام في جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. حياك الله معنا أستاذ سعيد. الله يحييكم. سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم. احنا اكثر. الله يطول في عمرك. بداية نود ان نتعرف معكم مع المشاهدين عن المبادرات التي قمتم بها في عام زايد، ما هي؟ طبعا في البداية حاب نشكر أهالي الاستضافة في قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. حياك. طبعا الفعاليات والمبادرات خلال عام 2018 كانت سنة مليئة بالإنجازات، مليئة بالمبادرات، مليئة بالفعاليات، بالبرامج التي استهدفت كافة شرائح المجتمع، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها. كان في كثير من البرامج التي استهدفت المرأة، كانت في برامج استهدفت الطفل. نعم. وكان في إطلاق جائزة باسم الشيخ زايد خلال عام زايد، اختيار أفضل 10 شخصيات في إمارة الفجيرة الذي كان لهم الدور الأساسي في المجالات التنموية، في المجالات التشجيعية للشباب، في مجالات الرياضة، واللي كان له الدور الكبير في تقدير مثل هذه الشخصيات البارزة في إمارة الفجيرة. وكان في كثير من الندوات الثقافية اللي كانت في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وفي ندوة العلوم والثقافة في دبي، وفي مختلف المواقع في إمارة الفجيرة. نعم. واستهدفنا في 2018 كافة الشرح حتى وصلنا للمناطق الداخلية، المناطق الجبلية. نعم. اللي يمكن صعوبة المواصلات فيها، لكن حرصنا أن نوصل لكافة شرائح المجتمع وإيصال الثقافة المتميزة والثقافة في كافة. نعم. البرامج وكافة المجالات، وإعطاء المجال للموهوبين، وإعطاء المجال للمثقفين والمبدعين، وحتى الأدباء كان لهم مشاركات خلال معرض أبو ظبي للكتاب. كان في توقيع مختلف الكتب. جميل. في إذن شملتم ما شاء الله يعني أعداد، أو خلنا نقول كل أطياف المجتمع، سواء المرأة، الأطفال، أيضا الأدباء. نتحدث أيضا عن مشاركتكم في على المستوى الدولي، وما الذي أضافت هذه المشاركة للجمعية؟ طبعا كانت في انطلاقة جدا جميلة في جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي. نعم. ولي عهد الفجيرة، في مشاركة بأيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا خلال شهر ديسمبر، واللي كان لها دور الكبير. نعم. في نشر الثقافة ونشر التسامح في مختلف الثقافات في العالم، وابراز الصوره الحقيقيه لتراث دوله الامارات، للثقافه الاماراتيه، من خلال مشاركه بالموروث الثقافي لاماره الفجيره ودوله الامارات، مشاركه بالادباء والشعراء في اماره الفجيره، حتى الشباب كان لهم الدور الايجابي في انجاح هذه الفعاليات، واللي كان لها المردود من جانب الحضور في الجمهور او الايطاليين في هذه الفعاليه. نعم. واللي استمرت تقريبا لمده 5 ايام، وحتى كان في تركيز على طلبه الجامعه الموجودين في ايطاليا، في تحديدا في روما، وكان في تفاعل جدا يعني ملحوظ من جانب الطلبه وحتى الدكاتره اللي كانوا موجودين هناك،
وحبوا يتعرفوا على الثقافة بشكل أقرب. جميل. من مثلا الصور أو مثلا الفيديو كان منتشر عن دولة الإمارات في تطور الملحوظ. نعم. والحمد لله كان هناك نجاح كبير حتى من الفنانين التشكيليين اللي كان لهم لوحات كانت مشاركة هناك، وتم حتى إهداء بعض اللوحات للسفارة دولة الإمارات، للجمهور الإيطالي، حتى لأعضاء السلك التدريسي. نعم. في إيطاليا. نعود من المشاركات الخارجية إلى أيضا المهرجانات والمبادرات التي قمتم بها في إمارة الفجيرة. طبعا مهرجان قيض في الفجيرة، ونتكلم عن تفاصيل هذا المهرجان وما الذي حققه من نجاحات. طبعا هل البرنامج اللي تنظمه جمعية الفجيرة معي الثقافية بشكل سنوي، واللي تحرص الجمعية على التنويع واستحداث وتطوير. نعم. هذا البرنامج من سنة إلى أخرى. طبعا كان في عدة برامج، عدة فعاليات من خلال ورش تعريفية وتثقيفية للأطفال، مشاركات للمثقفين في خلال فترة الإجازة الصيفية. كان في أمسيات شعرية من جانب الشعراء من دولة الإمارات، وحتى كان في احتفاء للشعراء في دولة الإمارات من خلال إطلاق جائزة عوشة بنت خليفة السويدي المعروفة بفتاة العرب. وكان هناك في جدا إقبال على هذه المبادرة اللي بادرت فيها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. وطبعا كان في بادرة أول مرة تطلق في إمارة الفجيرة اللي هي تحت مظلة برزة الرياضيين في جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بتخصيص جلسة عصر ذهني لكافة الرياضيين في إمارة الفجيرة. نعم. والخروج بأفكار جديدة لعام التسامح عام 2019، وكانت مشاركة صراحة غير متوقعة من. نعم. جانب صناع القرار في مجال الرياضة من خلال الشباب اللي كانوا مشاركين. جميل. مشان الخبرات اللي كانت موجودة من خلال مختلف الرياضات الموجودة في إمارة الفجيرة أو في دولة الإمارات، وكانت في مخرجات جدا ايجابيه، وان شاء الله بصدد انها تنفذ في خلال 2019 باذن الله تعالى. ايضا ما شاء الله يعني هناك مشاركات لكم في فعاليات البرنامج الوطني للسعاده والايجابيه، ما هي تفاصيل هذه المشاركه؟ طبعا برنامج السعاده الايجابيه هو طبعا توجه دوله الامارات العربيه. نعم. المتحده، وكان في دور الايجابي. نعم. في دولة في جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية من خلال الخطة الاستراتيجية اللي وضعتها بتخصيص عدة مبادرات وعدة فعاليات أطلقتها الجمعية، واللي كان دورها الأساسي هو نشر السعادة طبعا بالتعاون مع مختلف الجهات في إمارة الفجيرة. والحمد لله احنا لمسنا في من خلال التقييم المستمر للفعاليات الخاصة بالسعادة الإيجابية. نعم. إن فيه هناك رضا وفيه هناك تجاوب كبير وفيه هناك يعني نسبة السعادة. طبعا السعادة هي موجودة في مجتمعنا في ظل. نعم. القيادة الرشيدة الحمد لله. نعم. لكن حبينا احنا نعكسها من خلال هذه المبادرات، وإن شاء الله حتستمر في خلال بإذن الله تعالى. 2019 وصلنا الآن، ما هي تطلعاتكم وما هي خططكم لعام 2019 عام التسامح؟ طبعا عام التسامح بيكون ان شاء الله خلاله في مبادرات قريبا سيتم اعلان عنها، لكن اهم هذه البرامج ان تم اطلاق مجلس التسامح. نعم. في جمعيه الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ومن خلال هذا المجلس سيتم تنفيذ كافه البرامج وكافه الفعاليات لمختلف شرائح المجتمع، والتي ستستهدف عدة محاور من ضمنها التعايش مع مختلف الجنسيات والثقافات في دولة الإمارات، من خلال حتى انعكاس تسامح في مجال الرياضة، في المجال الثقافي، في المجال حتى في الفنون التشكيلية، ممكن احنا نعكس الصورة الحضارية للتعايش والتسامح في دولة الإمارات بإذن الله تعالى. أكيد نحن نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، وسعيدين جدا بهذا اللقاء، وكلمة أخيرة حاب تختم فيها. طبعا حاب اشكر وجودنا هنا في قناه الفجيره، وحاب نفتح المجال للمشاهدين، اي حد عنده مثلا فكره او مبادره او مقترح ممكن يفيد جمعيه الفجيره المجتمعيه الثقافيه، او حتى
أن هذه الفكرة تطور أو تدفع عجلة التقدم في المجال الثقافي والاجتماعي في الجزيرة. إحنا جدا سعيدين باستقبال أي مقترح أو فكرة معكم إن شاء الله عبر وسائل التواصل الاجتماعي. عبر التواصل الاجتماعي حتى من 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 يعني حضور شخصية للجمعية من التواصل عن طريق البريد الإلكتروني. نعم. أبوابنا كلها مفتوحة للجمهور. الله يحفظك. شكرا لك الأستاذ سعيد محبوب أمين السر العام في جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. شكرا جزيلا لك. بالشكر. يعطيك العافية. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم وإلى بيت الفن، حيث نظم بيت الفن التابع لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ورشة فنية حول الرسم على الزجاج يوم الجمعة الماضي، وشهدت الورشة تقديم الشروح النظرية والتعريف بالألوان والخامات والتقنيات وأيضا الوسائط المختلفة المرتبطة بموضوع الرسم على الزجاج. نتابع معنا هذا التقرير. ورشة مدتها يومين، النهاردة أول يوم هنبتدي نحط المحدد الرسم بتاع الزجاج، وهننتظر إن هو يجف، وبكرة إن شاء الله هنبتدي نعبي الألوان بتاعة الزجاج. بنستخدم في الرسم على الإزاز مجموعة من الألوان، طبعا بتختلف الألوان سواء كانت معتمة أو شفافة على حسب القطعة الفنية اللي احنا هنعملها. النهاردة احنا هنستخدم براويز يعني فريم، فالألوان بتاعتنا ألوان شفافة، هي عادة الألوان الشفافة بتستخدم في النوافذ علشان يمر من خلالها الضوء فتعكس جمال الرسمة. طبعا ممكن نستخدمها في كذا حاجة، رسم على زجاج زي تزيين النوافذ، تزيين الفريمات أو البراويز، تزيين حتى لو فازات، لو كوبايات، لو بس كل حاجة ليها معاملة خاصة وليها تقنية معينة، حتى بالرسم على المرايا يعني. الورشة هنا علشان نعلمهم ازاي مبادئ الرسم على الزجاج، وايه هي الادوات المستخدمة، والمهارات الفنية لبداية مشروع للرسم على الزجاج. ألوان لماركة فرنساوية، هي ألوان مخصصة للرسم على الزجاج، أهم حاجة أنها تكون الألوان مخصصة للرسم على الزجاج. بس زي ما قلت لحضرتك أن في ألوان بتبقى شفافة وألوان معتمة، الاختيار راجع للي بيستخدم يعني. في إقبال عليها لأنه هو أصلاً أسعار المنتجات اللي مرسومة بالزجاج أسعارها غالية جداً، غير أنها أصلاً حرفة بتعلم الصبر، علشان أنا أشتغل فيها محتاج أن أنا أكون إيدي متمكنة، ليها تمرين معين بنفضل ماشيين بيه عشان أقدر أضبط الخط اللي بتاع الأوتلايننج. وغير كده بعد كده إن شاء الله هنتعلمه بكرة اللي هو دمج الألوان مع بعض، وإزاي تكون الألوان ما فيهاش هواء، وإزاي تبقى مسطحة ومظبوطة يعني. مشاهدينا الكرام، في إطار برنامج مخيم الثقافة والتراث والعلوم في المدارس المجتمعية الذي طبعا أطلقته دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لتعليم الطلاب الصغار العربية وأخلاقياتها وقواعدها وفنونها العريقة التي ترتبط بالمحافظة على الطبيعة ومعرفة المبادئ الأساسية لطبعا فراسة الصحراء. الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ بطي مطار هواش الخيري، مدير البرنامج التربوي. حياك الله معنا أستاذ بطي. الله يحييك ويسلمك يا مرحبا وسهلا. الله يحفظك. بداية نود أن نتعرف معك عن طبعا نبذة عن هذه البطولة وهذه المبادرة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هذه طبعا مبادرة كانت بالتعاون بين دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي ومدرسة محمد بن زايد للصفارة وفراسة الصحراء. طبعا البرنامج كان على مدى يومين، زارونا تقريبا 100 طالب وطالبة، قسمنا المجموعات إلى مجموعتين. نعم. الطلبة كانوا في الحظيرة الخارجية، البنات كانوا في الحظيرة الداخلية للمدرسة. البرنامج كان شامل سلمك الله اللي هي الصقارة وفراسة الصحراء،
طبعا فراسة الصحراء تشمل الجلسة في الحظيرة، شبة الضوء، خدمة القهوة، خدمة القرص، آداب الحديث، آداب المجلس. بشكل عام يعني مثل ما تقول السنع في دولة الإمارات والتراث. نعم. برنامج الصقارة سلمك الله أخوي كان في الحظيرة الخارجية، مجموعة صقور حق الطلبة تعلموا منها شلة الطير، دعوة الطير، تربيبة، تعليمة، الممارسات الصحيحة في الصقارة العربية. نعم. هذه اللي هي تشكل جزء أساسي من تراث دولة الإمارات، بحيث نعم. أن الطلاب يتعلمون تراث أهلهم وتاريخهم في رياضة الصقارة. نعم. الهدف من إطلاق هذا البرنامج أستاذ بطي ما هو الهدف؟ سلمك الله، هي الهدف الأساسي غرس المبادئ والممارسات الصحيحة في الصقارة، خصوصا الصقارة تمثل في دولة الإمارات التراث. الطلبة من الأفضل أنهم يتعلمون تراث وتاريخ أهلهم في رياضة الصقارة. رياضة الصقارة جزء مهم من تراث دولة الإمارات. نعم. الحفاظ على الصقارة واستدامتها كرياضة تراثية إماراتية، الحفاظ على الضرائب، هذه كلها طول عمرك من الأساسيات. نعم. المهمة في دولة الإمارات. نعم. في رياضة الصقارة. أستاذ بطي، يعني ما هو الأثر المباشر الذي يعني لاحظتموه مباشرة أو سيلاحظ بإذن الله تعالى على الطلبة؟ أخوي الطلبة أول ما يونا كان عندهم تهوب شوي من الصقور، كان عندهم تهوب من الجو بشكل عام، جو صحراوي، جو صقور. في البداية كانوا ما يتقربون من الصقور، لكن طال عمرك شافوها شل يعني تشجعوا وساعدناهم أن يشلون الطير. أول شيء بدوا يلمسونه، بعدين بدوا يشلون الطير، خليناهم يطعمون الطيور، خليناهم يدعون الطيور. هذا شيء يعني شفنا احنا فرحتهم وكانوا جدا مستانسين. نعم. تجربة جديدة، وهذه مش غريبة عليهم، يعني هذا تاريخ أهلهم وتراثهم. نعم. يعني مش شيء جديد، لكن هم ما مارسوه يمكن قبل، لكن في حضورهم لمدرسة محمد. نعم. بن زايد شكل لهم انطباع ممتاز، يعني احنا شفنا الطلاب سعيدين بالزيارة هذه. نعم. ومستانسين، فرقوا يومهم في شيء مفيد لهم. نعم، أكيد نحن حابين نشكركم على ما قدمتوه أستاذ بطي. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك، وأيضا لكل من قام بإنجاح هذا البرنامج، الأستاذ بطي مطر هواش الخيري، مدير البرنامج التربوي لمدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء. شكرا جزيلا لك. العفو. حياك الله. شكرا. مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم، ولكن نطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. الفروسية تعد مشاهدينا الكرام من الرياضات الأصيلة في المجتمع الإماراتي، أكيد طبعا، وتهتم الدولة بالخيل بشكل عام، وتقوم الإمارات بجهود كبيرة في استقطاب الفرسان وأيضا استقطاب البطولات العالمية الخاصة بالفروسية. في هذا الموضوع مشاهدينا، تألقت عجمان كعادتها في تنظيمها لبطولة عجمان لجمال الخيل لعام 2019 تحت شعار عام التسامح. هذه البطولة التي فتحت بابا للمنافسة القوية بين أجود الخيول وأعرقها، وذلك في ميدان الفروسية بعجمان. المزيد ضمن هذا التقرير. النسخة 17 بطولة عجمان لجمال الخيل العربي، الحمد لله يعني المشاركة قوية جدا، والحمد لله نالت التوفيق. نحن الانطلاقة كانت من يوم الأربعاء والخميس، وكان في مزاد يوم الجمعة، واليوم الختامي بإذن الله نحن نحظى بجائزة خاصة من سمو حاكم عجمان، بأن الله يطول عمره حاط جائزة خاصة بس للمواطنين موزع عليهم، والناس هذا يعني يحاولون بقدر الإمكان الكل يعني يحصل على هذا الشرف وهذه الجائزة، والحمد لله الدنيا توافق يعني.
طبعا هم يعني ما في شك لولا يعني الدولة الحكومة والشيوخ اللي حفظهم ما قدرنا نوصل المواصيد، يعني دعمهم واهتمامهم هذا الشيء المظلة العليا اللي شادتنا فوق رافعتنا، ما قصروا فينا يعني من كل النواحي داعميننا بشكل مستمر بشكل إيجابي، حتى يعني متقبلين إن كيف تصحيح أخطائنا، نحن نخطأ كثير والحمد لله هم من فوقنا هم المظلة اللي يسيروننا. وجمال الخيل يعني من أحد البطولات أو أحد الأنشطة المتعددة للخيل العربي، في رئيس في قدرة في ركوب وفي جمال، الجمال فرض نفسه والسبب إن في ملاك كثير في من المواطنين في الخيل العربي، وبالتالي هذا السبب إن الشيوخ حفزوا وعطوا الدعم الكبير بحيث إن نحن يعني نوصل هذا المواصيل. مشاهدينا الكرام، أصبح التطوع عمل شائع في المجتمع الإماراتي طبعا منذ تأسيس الدولة وقبل أيضا، واكتسب هذا العمل بعد قيام الدولة اهتماما رسميا كبيرا على مستوى القيادة وعلى مختلف المستويات الحكومية والأهلية، وبرزت طبعا خلال السنوات الماضية العديد من الهيئات والجمعيات التطوعية، ولعل التجربة الإماراتية في العمل التطوعي تزخر أكيد بالعديد من الجوانب التي تستحق تسليط الضوء عليها في أكثر من مقام. أكيد سنتحدث اليوم عن مشاركة الأسرة الإماراتية مع ضيفنا الأستاذ علي الزعابي مدرب التنمية البشرية. حياك الله معنا أستاذ علي. حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم. يا مرحبا بك، سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم. طول لي بعمرك. طبعا احنا جدا سعداء اليوم نتواجد في قناة الفجيرة برنامج 7 على 7. الله يحفظك. وفي البداية نقول دائما نحب نشكر قياداتنا صراحة، القيادة الرشيدة على دعمها الكبير للشباب، على التركيز دائما على فئة الشباب، على إبراز قدرات الشباب. واليوم نحن في إمارة الفجيرة يعني نقول كلمة شكر لازم تقال قبل ما نبدأ ونتكلم في الموضوع لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي اللي يعطي الإمارة دافع كبير، يعطي خاصا شباب الدولة وشباب الفجيرة بشكل خاص. نعم. دافع كبير من أجل إبراز الأنشطة الشاملة. نعم. في شتى المجالات. نعم. فتحية كبيرة لسموه. أكيد يعني هناك اهتمام كبير من القيادة الرشيدة بشكل عام في الشباب، وأيضا نتحدث اليوم عن التطوع وأيضا دور الأسرة في التطوع. بداية نود أن نتحدث عن جوائز الأعمال التطوعية للأسرة الإماراتية. طبعا ما شاء الله دولة الإمارات صراحة اليوم يمكن على مستوى الوطن العربي تتميز بالجوائز للأسرة. نعم. الإماراتية، ويمكن جائزة الشارقة للعمل التطوعي. نعم. هي الجائزة الرائدة في هذا المجال على مستوى الوطن العربي، تمنح للأسرة المتطوعة اللي تشارك بأعمال تطوعية. نعم. طبعا لها معايير ثابتة. نعم. وتشجع الأسر اليوم على إبراز قدراته، على إبراز طاقاته. نعم. للمجتمع وللوطن العربي، وهذا كله طبعا ينصب في صالح الأسرة وصالح مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. سيد علي، برأيك ما الهدف من مشاركة أفراد الأسرة في مثل هذه الأعمال التطوعية؟ طال عمرك والله طبعا دائما احنا نقول الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمعات. صحيح. اللبنة الأساسية للمجتمعات، واليوم قياداتنا ولله الحمد يركزون على الأسرة. فاليوم الأسرة لما تشارك عبارة تشارك في نهضة الدولة. صحيح. تشارك في عمران الدولة، تشارك في ثمار هذه الدولة. فاليوم وجود الأسرة دافع كبير، وأيضا ينمي دولتنا ويعطي دافع معنوي لبقية الأسر سواء كانت إماراتية أو أسر أيضا عربية مقيمة معانا أو أسر أسيوية. نعم. فلذلك اليوم دولتنا فتحت المجال لجميع الأسر، منها مواطنين عرب أسيويين، أن يشاركون في الجوائز. نعم. عشان يكون في تحدي. نعم. في نقول تنوع حتى في الأفكار في الطرق التطوعية. نعم. فعشان احنا نقول دائما الأسر لا تلعب دور كبير في نهضة المجتمع. صحيح. ما هي نوعية الأعمال التطوعية التي تشارك فيها الأسرة؟ والله طال عمرك احنا طبعا كأعمال تطوعية ولله الحمد متنوعة الأعمال التطوعية،
ما تقتصر على عمل متطوعي، عندك عمل مثل بي، عمل تربوي، عمل المجتمعي، الأعمال مختلفة في المجال التطوعية من أبو ظبي لين الفجيرة، أعمال مختلفة، وكل إمارة ما شاء الله اليوم مبدعة في اختيار الحملات أو البرامج التطوعية. ولكن تدري أكثر منها يمكن الشق نقول المجتمعي اللي يمثل الأسرة، اللي يمثل نقول دائما مع وزارة التربية والتعليم من أجل صقر الأبناء أكثر وأكثر. فالأعمال متنوعة مثل ما يقولون بلغتنا، أنت طب واختار. نعم. شو تبغي من عمل تطوعي؟ العمل الموجود في دولتنا. جميل. بس أنت عليك أنك تتحرك وتختار العمل، وبالتوفيق إن شاء الله بإذن الله تعالى. كيفية المشاركة في مثل هذه الجوائز سعد علي؟ والله طال عمرك، يمكن أنا دائما أقول طريقة المشاركات طبعا هي موجودة وسهلة، يمكن تتركز على نقطتين أساسيتين. الأولى أن كل متطوع حاب يشارك في الجوائز ومسابقات العمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة يجب أن يكون عنده إلزامي شهادات تطوعية، يعني عنده شهادة من الجهة اللي راح تطوع فيها. نعم. في ناس يروح يتطوعون يقول لك أنا ما أبغي شهادة، أبغي بس أتطوع. نقول له لا، لازم تأخذ شهادة توثيق لعملك، توثيق لنفسك. اثنين، يجب أن يكون معها عدد ساعات تطوعية. نعم. على سبيل المثال أنا رحت اليوم تطوعت في جهة معينة، أعطوني شهادة شكر وتقدير من دون ما يكتبوا لي عدد ساعات تطوعية. نعم. هي شهادة معترف فيها. لما تكون فيها عدد ساعات، هنا لما تدخل في الجائزة والمسابقات يقول لك محمد عنده 1000 ساعة، ناصر عنده 100 ساعة، فطبيعي رح نكرم منه محمد لأنه صاحب كم؟ 1000 ساعة. نعم. فاليوم أنا جاي أوصل يمكن ثقافة لأغلب المجتمع أنه يجب التركيز على الشهادة وعلى عدد الساعات التطوعية. نعم. لذلك مثل ما تفضلت طال عمرك أقول اليوم جائزة الشارج العمل التطوعي هي تكرم المتطوع، لذلك يمكن أغلب الناس ما يعرفون عنها. نعم. حلو. فهي دعم للمتطوعين، يعني احنا اليوم نشوف ما شاء الله المدارس ومؤسسات الدوله كلها فيها عمل تطوعي. نعم. لكن اليوم زين بعد ما تتطوع وين تروح انت؟ صحيح. تطوعت اليوم وعملت عمل كبير، النيه بينك وبين ربك، لكن لازم يكون لك هدف اعلى بعد التطوع، انك نعم. تعتلي المنصه وتكون شخص متميز في هذا المجال. صحيح. فنركز على النقطتين اللي هي الشهاده وعدد الساعات التطوعيه. نعم. استاذ علي، يعني ما هو النفع العام العائد على الأسرة في مثل هذه المشاركات؟ طولي بعمرك، مثل ما قلنا اليوم احنا دائما النفع العام يصب على المجتمع كامل، على المجتمع بأسره، من يعني من صغير وكبير. اليوم انت لما تخلق أسرة متطوعة، نعم. الأسرة هاي مثل ما قلنا تساهم في نهوض الدولة. حتى اليوم الناس اللي برا الدولة لما يشوفون أسرة إماراتية متميزة أو متطوعة، نعم. يشجعون أكثر وأكثر، فيستوي تنافس. حتى النظرة الكبيرة للقيادة اليوم لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة حكومتنا، نعم. تنظر للشعب، الشعب عبارة عنه عن أسر. صحيح. عن أسر. فاليوم إذا إحنا رمنا نخلي الأسر تعمل في الجانب التطوعي وتنتج من دون مقابل، إحنا نجحنا بنسبة 100%، وشكلنا مثل ما يقولون فريق كامل من الأسر تخدم في أي مجالات. لذلك اليوم إحنا لما نشوف بطولات في دولة الإمارات العربية المتحدة، منو الستاف اللي يشتغل؟ متطوعين. صحيح. يشتغلون متطوعين. إذا نظرة الدولة مشت مع الناس، مع الأسر. فلذلك نعم. نقول يمكن تنمي مهارات الأبناء، نعم. تعطيهم الثقة في النفس، تعلمهم كيف حتى يديرون العمل التطوعي. صح صح. اليوم أنا يمكن عندي كوادر أكاديمية لكن ما عندهم خبرات تطوعية. نعم. فلما تيجي تخليه يقود مجموعة قيادته متواضعة. صحيح. لكن لما تدخله في التطوع يبني شخصيته، يبني أفكاره، يشوف ناس قبله سابقين في المجال هذا يتعلم منهم، فنخرج أسر تنفع الدولة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني لا شك أن يمكن البعض يتساءل يقول شوف هذا التطوع، على الأقل يطلع هذا الطفل أو هذا الشاب في التطوع يطلع بشخصية القائد، فلما يواجه باكر مثلا سوق العمل يكون شخص قائد أيضا في عمله، وعلى سبيل المثال في الأسرة، وعلى سبيل المثال بين أصحابه. صح. فهناك فوائد عديدة أكيد لا تعد ولا تحصى للتطوع، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المجتمعي. نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء سعد علي، كلمة أخيرة حاب تختم فيها. والله أنا أسعد وأشكر قناة الفجير برنامج 7/7، والشكر موصول لكل فريق العمل. الله يحفظك. ونقول دائما الأسرة الإماراتية متميزة وعيال زايد قدام قدام. شكرا لك الأستاذ. شكرا. علي الزعابي مدرب تنمية بشرية، شكرا جزيلا لك. شكرا. على الحضور. مشاهدينا الكرام، مع هذا اللقاء وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق البرنامج، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى في نفس الموعد في أمان الله ورعايته.